السلام عليكم، معكم العالمي الشاطيبي. انا من الساكنه ديال هاد المنطقه، انا تقريبا واحد 25 سنه ولا شنو باش كنعرف انا هاد الطريق بنفس الوتيره شحال من مره، وكيكونوا الشعارات على الاصلاح على هادي كنتسناو كنتسناو وتسناو. حنا الحمد لله رحنا شرفنا ولدنا ولادنا وباقى الطريق كما هي. هاد المعاناه كما خلقنا عايشين فيها ما عرفناش كيفاش شنو اللي كيفاش شنو واقع السبب، فين كاين فين كاين هاد العائق ديال التنميه بالنسبه خصوصا هنا. ما عرفناش شنو المشكل، حنا مكرفسين ما كاينش المركوب، ما كتلقاش وسيله ديال النقل، طاكسي او طوموبيل صاحبك كاع صديق ديالك او ديالك كاع ما تقدرش تجيبها في الطريق بهذه الحاله بحال هكا، لان الطريق يرتى لها وفي وكتضيع الوقت. واليوم الصبح دابا السوق، نهار السوق الاسبوعي، الناس كتجيب كرارس ديالها وكتجيب داكشي باش كتنقص النقل ديال وسيله الثمن التذكره ديالها باش تجي تقضي اغراض ديالها وتمشي. بذلك الطريق مكرفسق على الموتور، هذيك الوسائل البدائيه كالبيكالا تريبورتو الكروساق الكرويله كما كتشوفوا كتسبب في حوادث وشويه تضييق وصافي. هذا هو الطريق، هذا الحال، هذا هو الحال ديال اللي عرفناه فيها وهو باقي فيها. حنا تزدنا فيها كبرنا فيها راسنا بياض فيها، حنا باقيين فيها. رسالتي للمسؤولين نقول لهم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في هذه المسؤوليه وفي هذه الامانه اللي على العاتق ديالكم ديال هذه الامه وهذ المواطنين اللي كيتسناو شحال من سنه وسنه. غير اتقوا الله في هذه الامه. اللي كنوجه على كل اي مسؤول صغير ولا كبير يتحلى بالصدق والجرأه والمعقول، ممكن غيكون شي تغيير. وإلا ما كانش المسؤول عنده هذا الحس ديال ما هو إنساني وما هو روحي وما هو شي حاجه وطنيه، ما يمكنش لينا غنتغيروا، غنبقاو دائما غنشوفوا بحال هاد الأمور بحال هكا وداكشي اللي غير لائق. العلم كاين الناس، كاين الناس صحاب الاختصاص، كاين مؤسسات، كاين مؤسسات اللي هما ديال الاختصاص اللي ممكن يعرفوا فين كاين العواقب وفين يعرفوا كلشي. حنا بداك الشيء اللي كنعرفوا حنا قليل هو الطريق راه مكرفسه شحال من عام، كنعرفوا الناس غير من انتخابات انتخابات والشعارات، وكنتمناو وكنتسناو لحد الان باقين. ما بقاش مؤقت وداك الشيء، راه بزاف الناس راه الطوموبيلات هما تلاوش كيبغيو يدوزوا منها، لان هي الطريق مكرفسه بزاف، فيها الضرار بزاف، فيها فيها اولاد المدرسه، فيها الناس كتجي تقضى اغراض ديالها، راه جماعه وقياده هنا، الناس امورها ديال الاداريه ديالها راه هنا، ما كتصيش فاش تركب الكروساق ولا حاشا وجوكم ولا دوك البيغال وداكشي باش كيديبانيو كروساق وراه كتخسر وما بقاتش لايقه على الطريق. السلام عليكم، معكم حمزه شيفور ديال الطاكسي مولا عبد الله. حنا اخويا كنجيو نخدموا هاد الطريق هادي من السبت للسبت وتقريبا يومين. حنا كنتكرسو في هاد الطريق هادي، الطريق لا محفرة بزاف، ما كاينش من دوز، خاصة كل سيمانة تبدل البنوات، تبدل المونتيسورات، تبدل الروتيلات، حنا راه مكرفسين بزاف. وكنطلب من الجماعة ديال هاد السبت هادي يشوفوا من هاد الطريق هادي، ورا الناس كتعاني بزاف، لا من الطريق لا من النقل لا من لومبيلونس، البنادم لا ولا بغا شي مرات ولاد لك خاصك تجي فاش غتجي هنايا في الدواور، جيت للجامعه وتسول باش دير مرتك باغا ولاد ولا باغا، فهمتي؟ غياب سياره الاسعاف وغياب النقل هنا الناس كتعاني، هنا راك الناس كتمشي في الكرارس. يعني الطريق حنا الطاكسيات حنا ما كندوش تقريبا الناس اللي كيسكنوا هنايا، ما كنبغوش نديو كيمشيو في الكرارس، حنا كندوزو على مصور راسو عاد كنهبطوا على الطريق، والطريق عاوتاني مكرفسه عاوتاني اللي من دورة الاسماعيل القنطرة ديال الجرف. هاد الناس كيعانيو، حنا شوف اخويا طريق كدير راه كاع محفرق وراه بنواش، حنا كنعانيو بزاف، كيمشيونا بنواش كيمشيونا مونتيسورات روتيلات لي شاب داكشي البياس كامل تحتاني كيمشي لينا. خويا راه مطريق ما ولد بنواش كيتفرقعو الحفاري كاينين، راه ديما خسران كاين فيه السبت كنت تحفر في الطريق، الطريق راه خاسرة، كنت كرفسو بزاف وقيت الشتا ولا بلا الشتا بلا الشتا راه كتحبس الطريق كاع حفاري كلها حفاري وكلها النقل المدرسي راه ما كاينش، كاينش النقل المدرسي على قبل الطريق كاين لا طوبيس لا والو. صاوبونا الطريق صاوبونا الطريق تقول لي يعني الطريق حنا نمشيو بطوموبيلتنا نمشيو ونجيو تكون الرويد ما يخسروش ما نخسرش على الطوموبيل كتكرفص انا كنخسر عليها الفلوس. ملي كنجيو هنايا كان غير اسبوع كنعاود نبدلو الرويد
بزاف المنتصرات كيمشيو لينا راه شوف راه ماشي الجامعه مالها كاع ماتت بوحدها خاصهم يصايبوا لنا الطريق وخاصهم يديروا لنا الطرونسبول الدراري باش نعرفوا حنايا واش يعني حنا تكون عندنا شي قيمه هنا راه والو ما عندنا والو بالنسبه للدراري راه مكرصين والطريق راه والو راه ما كايناش واش يعني واش هاد الطريق شحال فيها من كيلومتر ماشي بزاف وعلاش هادي تصايبات كلها حتى الزاويه حتى الحد علاش الطريق ديالنا حنا راه صغيره ما تصايبتش خاص يعني يدير لنا شي حل معاناه بزاف ما يمكنش تصور دابا ما كنكونش هنا ما كنلقاوش فاش نجيو ما عندنا الطاقسيات كيجيو غير السبت ومكرفصين ما كيجيوش الطاقسيه اللي بغات تجي للسبت راه ما تجيش غير الاسبوع اللي كيجي مره في الاسبوع كيجيو الطاقسيات السلام عليكم بالنسبه للطريق هذه اخويا راه مكرفصين بزاف راه يوميا لهنايا شنو نستعملوا الطريق هذه راه شنو الموطور ما بقاش يدوز منا وشن هذه وسطرات سلطات معالي انها تشوف الطريق هذه وحاولوا يصايبوها في اقرب وقت اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة